شتا وليداتي مجنون يا هذا. يلا prépare le cosmonaute qui va implanter le drapeau marocain sur la lune marocaine. يلا طرمان جاري دابا المهم نهار الثاني في التصوير نقصقص عرقه ديالها نقول لك كلشي يكون الصباح زين الا باش نمشيش في هادشي كاس ديال الليمون هو الليمونان تبارك الله على السي الليمون كاس الليمون مع السي الليمون النهار الثاني ديال التورناج واجدين كما العاده ما شابعينش نعاس احنا واجدين ان شاء الله باذن الله ما تشوفهمش البارح دايرين المكياج شوف لي السلام عليكم جديد ان شاء الله محسن مرحبا بك في اكادير في الكراب وغنيك في الكراب السلام عليكم عبد الرافيع العبديوي واليوم احنا مباشره من البلاطو ديال التورناج كليب ديال فناير باسم نقول مالي الوغ هادي سي لا ثوازيام كولابوراسيون ليا مع الجروب او طونك رياليزاتور وحنا في النهار الثاني ديال التصوير البارح كان شويه صعيب باسكو جينا 4 اور دو ماتان وما سالينا تقريبا حتى 12 ديال الليل اليوم عاود عندنا اون جورني كي سانونس شويه غتكون قاسحه ولكن الحمد لله طول موند كل شيء فرحان باش انه يشارك معنا في هذا الكليب لي تيكنيسيان طول موند موتيفي وان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء يدوز بخير وعلى خير صبات الشتاء مي ما عندنا ما نديروا هذه الخيارات ديال الله ولكن خاصنا نصبروا معنا ايكيب زوينه ناس زوينين النشاط والفرقه ديالو خوتنا كاملين غادي يدوز هذا الشيء في امان وسلام باذن الله بلوكينا بالشتاء اي كان خصنا نلقاو سوليسيون ولقينا لا سوليسيون عند لا ديكو الديفيز ديالنا لان فيه واحد لونغور كبيره باش نصوفيو راسنا وما نتعطلوش هنا ونسربو الناس ما يتمحلوش ما هذا هو المهم ديالنا حنا حنا خدامين اون جروب ماشي وحنا صحاب انه نجس
نجسد هذوك الكلمات اللي تقالوا في لا شونسون بواحد الطريقه اللي جديده اللي تكون ما مولفينش انه نشوفوها في الكليبات المغربيه. دونك حاولنا انه نختاروا مواقع ديال التصوير اللي كتخلينا انه نحسوا براسنا اننا ماشي كاع في لا بلانيت تيغ، نكونوا في واحد المنظر مختلف. وفي نفس الوقت عن طريق لا دونس وبزاف ديال لي زوتر باراميتر حاولت انه نوصلوا واحد الرسائل. Fin de tournage.